أهلا بكم مشاهدينا في أهم أخبار الاقتصاد. انتعش إنتاج النفط الخام بشكل طفيف من قبل منظمة أوبك وحلفائها في شهر يناير الماضي، على حين أخفق العراق في بلوغ حصته المقررة وفقا لمسح عدته منصة آسان بي جلوبال الدولية. وجد هذا المسح أن منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك ضخت 28 مليون و 620 ألف برميل يوميا في شهر يناير الماضي، بانخفاض بلغ 180 ألف برميل يوميا عن شهر نيسان الماضي، على حين لم يصل العراق إلى حصته الانتاجية المقررة في أوبك، إذ بلغ إنتاجه لشهر يناير الماضي 4,390 ألف برميل يوميا مقارنة ب4,420 ألف برميل يوميا في شهر نيسان الماضي. أكدت مصادر صحفية في العراق أن السلطات الحكومية أنفقت نحو 3,300 مليون دولار لاستيراد مشتقات النفط في العام الماضي، على الرغم من تصنيف العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك. وأوضحت المصادر أن حكومات ما بعد عام 2003 أخفقت في بناء مصاف جديدة أو تطوير الموجودة منها، وأدت العملية العسكرية أيضا التي شنت الحكومة في بغداد إلى سيطرة الميليشيات على بعض المصافي وتفكيكها وتحويلها إلى مخلفات، مؤكدة أن استمرار السياسات الفوضوية الحكومية ستؤدي إلى مزيد من الإنفاق والاستيراد في السنوات المقبلة. بلغت مبيعات مزاد البنك المركزي في بغداد من العملات الصعبة في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار أمريكي. وذكرت مصادر صحفية أن البنك المركزي باع في الأسبوع الماضي 1,175,995,759 دولارا، أي بمعدل يومي بلغ 235,199,151 دولارا، مؤكدة أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، على حين بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج فضلا عن بيع النقدي بلغ 1,460 دينارا لكل دولار أمريكي. بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية التركية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 13,500,000,000 دولار، مسجلة رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية التركية. ووفق لوكالة الأناضول، فإن إجمالي الصادرات التركية في المدة ما بين شهر كانون الثاني وشهر أيار الماضيين زاد بنسبة 20% و 14% مسجلة 100,504,000,000 دولار، على حين بلغت قيمة الصادرات في شهر أيار الماضي 18,972,000,000 دولار مسجلة زيادة بنسبة 15% و 20%. تكبدت الشركات العالمية خسائر بأكثر من 59 مليار دولار من عملياتها في روسيا مع التضرر الاقتصادي بفعل العقوبات. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد تعادت نحو 1000 شركة غربية بالخروج أو تقليص عملياتها في روسيا بعد غزو الأخيرة أوكرانيا، وبينما أصبح الاقتصاد المحلي ضعيفا بعد تراجع عدد المشترين والمستثمرين، أصبحت الأصول المالية في تلك الشركات بلا قيمة، وبات على تلك الشركات التي تخضع للمعايير الأمريكية والدولية أن تتحمل رسوما إضافية تتعلق بانخفاض قيمة أصولها في روسيا. الآن هذه انتقلة سريعة مشاهدينا لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن أيضا.
كانت هذه مشاهدينا الكرام أهم أخبار الاقتصاد. إلى اللقاء.